النهارده بقى معانا وصفة حلوة جدا جدا للليمون المخلل، هتاكليه خلال يومين بس، والطريقة دي طريقة جدتي وانا معتمداها من سنين، يعني اكتر من 10 سنين او 11 سنة من ساعة ما اتجوزت وانا ما بعملش غير الوصفة الخطيرة دي. تمام، هنجيب الليمون، وطبعا احنا عندنا موسم الليمون والليمون رخيص جدا جدا، يعني هاتي بقى وخللي وخزني في الفريزر واعملي مخلل عشان لو حبيتي تاكلي في اي وقت اكيد لازم يكون عندنا شوية مخلل كده يفتحوا النفس. هنا معايا مثلا كيلو من الليمون، عايزة تعملي 2 كيلو 3 كيلو، كل ما بتضعف الكمية بتضعف كمان الحاجات اللي بتتحط عليه. انا هنا معايا كيلو ليمون، الليمون ده اخضر وما تخافوش يا بنات، هعمل له طريقة مش هيخليه مرر خالص. اول حاجة انا هفتحه كده 4 ارباع، وممكن تفتحيه فتحة واحدة بس، لو فتحتيه 4 ارباع بيستوي على طول بتاكليه تاني يوم او في نفس اليوم، لكن 4 ارباع بيمسك نفسه شوية، ممكن تحطي اللي هو فتحة واحدة يكون تحت خالص عشان يعيش معاكي فترة طويلة وما يتهريش. هنا معايا عصفر ومعايا حبة البركة، تمام جدا، انا جبت من عند العطار ب5 وب5، يعني مش غالي خالص. ومعايا بشر جزر، ومعايا معلقة من الشطة المهروسة او الفلفل الاحمر المهروس، تمام جدا. وهنا غليت شوية مية كده حلوين، وهنزل فيهم الليمون بتاعي، يدوبك هياخد غلوة على النار مش اكتر، يعني هعد اول ما يغلي اعد من 1 ل10، وبعد كده اصفي الليمون بتاعي، هيتغير لونه وهيديني اللون الاصفر ده، ممتاز جدا جدا. في الوقت ده انا هبدا اجيب مصفى وهصفي الليمون بتاعي عشان الميه دي هتلاقيها مرره، وهسيبه يبرد شويه، هتلاقيه بقى طري معاكي وداخل على السوا. هجيب معايا حله على النار واحط فيها العصفر، واحط فيها حبه البركه، واحط فيها حبه من الجزر، واحط فيها معلقه من الشطيطه او الفلفل الاحمر المهروس، حلو جدا. وهبدا اسيبه، اول ما يبدا يسخن كده ويغلي هنزل في بالليمون، والحركه دي بتسرع جدا جدا من السوا، وكمان بتخلي الليمونه شاربه التتبيله، عايزينك متبلاها بقالك شهور، يعني مش هتحتاجي تاكلي الليمون وتحسي ان هو لسه معمول. في الوقت ده انا على الكيلو ليمون حطيت 1/2 كوباية ملح بس، وانت دوقي طبعا الميه بتاعتك، لو حسيتيها دلع شويه ممكن تزودي الملح، تمام جدا، مش هحط اي اضافات تانية. برضو عديت من 1 ل15، وبعد كده هطفي النار عشان ما يتهريش معايا ويفضل برضو وقت كبير معايا، وفي نفس الوقت يكون مستوي عشان ما يتهريش مني. هجيب برطمان مغسول بمية سخنة وسبته يتعقم شوية كده، وصفيته من كل المية اللي كانت فيه، وبدأت انزل بالمية. بعد ما المية كده سبته الليمون يدفى، ما حطيتهوش طبعا وهو سخن، سبته يدفى، وبعد كده حطيت من فوق شوية من الجزر وشوية من العصفر وشوية من الحبة السوداء او حبة البركة، وهحط حوالي 1/4 كوباية من الزيت، ده زيت عادي خالص، حابة تحطي زيت زيتون ماشي، ده زيت تموين عادي خالص، تمام جدا. وهبدا ان انا اشوفه واختبره، هتلاقيه مستوي، كلنا منه في نفس اليوم ما فيهوش اي حاجه، وكل ما بيقعد كل ما بيبقى طعمه حلو جدا، وبجد مش هيتهري منك، ما تقلقيش. انا عامله كيلو، الكيلو ده ممكن يقعد معاكي شهر كامل، هتاكلي منه كل يوم، بس ملحوظه لما تاكلي الليمون ما تدخلوش تاني نفس البرطمان عشان ما يعملش ريم ابيض من فوق. احنا هنستكفى الكميه اللي هنطلعها، هنطلع 3 ليمونات 4 5 حسب الكميه اللي هناكلها، بس ما نرجعهاش تاني، ممكن تحط الطبق في التلاجة وترجعي تاكلي منه، ما فيش اي مشكلة. هي دي كانت الملاحظة بتاعتي. والملاحظة التانية ان انت تشيلي الليمون وتقفلي عليه البرطمان بتاعك، والمية الدافية والليمون دافي، عشان المية الدافية بتسرع من السوا برضو، وبتخليه مرمل من جوه كده وطعمه واو بجد. طبعا حبة البركة والعصفر دول اللي بيدوا الطعم كله للليمون بتاعنا. الليمون بتاعي دلوقتي جاهز للاكل، تمام التمام وفل الفل، وما خدش معانا اي وقت. لو انت لسه اول مره تشوفيني من خلال الفيديو ده، يا ريت تدعميني باللايك والشير وسبسكرايب، وما تنسيش تاخدي لفه في القناه كده، هتلاقي ان شاء الله كل اللي يعجبك. بنقدم فلوجات بقى وروتينات كل حاجه، هي من الاخر قناه متنوعه جدا، ويا رب تعجبكم، واكون عند حسن ظنكم، وانتظروا المزيد.